أطلق المصمم الجزائري وليد دبان محجوب مجموعة القفطان لربيع وصيف 2019، وتميزت هذه المجموعة بتصاميم البسيطة والجميلة بلمسة حديثة. التغطية كانت للزميل عبد الرحيم بونمري. كوليكسيون تاع وليد بروميير فوا نخدم معاه، خدمنا معاه دي تينو تراديسيونيل دي كارتون لا مام اكوش تو ديفيلي بون سبا بزاف بيان كانوا لي مانكا كاع مانيفيك جاز تري بيان ديفيلي بون وليد بان وفين نخدموا معاه يخدم تراديسيون عنده دي تيني بزاف شابين. لا كوليكسيون تاعي استوحيتها من هاد لوي مارس تاع المراه الجزائريه الفاخره، وحبيت ندير لها قفطان مودرن باش تكون فيه توجور بال.